اي شكل من الاشتباك؟ لان دكتور احمد حصل من سابق ان ايران اشتبكت مع اسرائيل لكن بصواريخ ناعمه، لم يكن بالاشتباك الواضح او بمفهومه القوي، ومن ثم يعني ربما تخيل البعض بانها مسلسل او مسرحيه تحكى على الارض. هي بالفعل هناك كل طرف حريص على عدم الوصول للحرب الشامله، لان الحرب الشامله ليست في مصلحه اي طرف، لا في مصلحه ايران ولا في مصلحه حكومه الاحتلال ولا في مصلحه امريكا في عام الانتخابات. لكن اسرائيل هذه المره تجاوزت ما يسمى الخطوط الحمراء، وبالتالي يعني ايران ترى ان هذا انتهاك لسيادتها وفي قلب طهران وعليها الرد. فيما يتعلق بالرد، حتميه الرد ليست القضيه سترد ام لا، هي سترد. متى سترد؟ ربما عامل الوقت تلعب دور، هي تلعب على عامل فكره الرعب النفسي وتاخير الرد، يعني صحيح. ليس متوقعا بشكل عاجل، قد ياخذ فتره ايام او ربما اسابيع، لكن هناك رد. هو السؤال الاساسي ما هي طبيعه هذا الرد؟ هناك حسابات معقده من جانب ايران وحلفائها ان يكون هناك ردا يحقق امرين. الامر الاول هو استعاده الردع وقواعد الردع التقليديه في ردع اسرائيل والحفاظ على هيبتها، وفي ذات الوقت منع وصول الى حرب شامله، وهذا بمعنى ان يكون ردا كبيرا يدفع اسرائيل الى الرد المقابل، وهنا تخرج الامور عن السيطره، لان رد اسرائيل وانخراطها في حرب يعني بالضروره دخول امريكا مع اسرائيل، وهنا السيناريو الأسوأ الذي كنا يعني نخشى منه دائما ان تكون هناك حرب اقليميه بين امريكا وبين ايران ومعها وبين اسرائيل، وامريكا تدعم اسرائيل. هناك حرص من كل الاطراف، لكن انا في اعتقادي ان الخبره الماضيه لن يكون هناك ردا او سيناريو الحرب الشامله، هو السيناريو حتى الان يظل مستبعد. هو قائم لكن مستبعد. هناك حرص، طبيعه الرد هناك اكثر من سيناريو. سيناريو طبعا ايران هذه المره لن تعتمد فقط على وكلائها في الرد، سترد بنفسها. هنا يعني امام السيناريو ان يكون هناك رد متزامن جماعي، يعني ترد من ايران ومن حزب الله ومن الميليشيات في العراق ومن اليمن، بحيث يكون هناك رد جماعي يربك اسرائيل ويحقق بعض الاهداف والضربات بحيث نوع من الرد. او قد يكون هناك رد انفرادي فقط من ايران وثم رد متتابع، بمعنى ليس مره واحده ثم رد على مراحل. في كلا الاحوال اسرائيل انا في اعتقادي نتنياهو يتمنى هذا الرد، لانه يريد ان يوظفه في تحقيق مزيد من الاهداف السياسيه في حجز الدعم، لان القضيه الاساسيه صحيح. هي التغطيه على ما يحدث في غزه، جرائم الحرب في غزه، يعني هذا الجرائم وهذه الامور والعالم كله الان في بعد الانتقاد وعزله اسرائيل والاعتراف الجماعي بالدوله بالدوله الفلسطينيه، اصبح اسرائيل في عزله، هو يريد ان يريد الدفه مره اخرى من خلال اشعال الحرب.